متتبعي ومتتبعات الموقع الإلكتروني bladexpress.com، مرحبا بكم من جنيف في المعرض الدولي للكتاب. هذا المعرض الذي يعرف حضور مجموعة من المثقفين والكتاب والمهتمين بالساحة الثقافية العالمية، كما يشهد ندوات على هامش هذا الملتقى في مجموعة من المواضيع المتعلقة بواقع الثقافة والإبداع على المستوى سويسرا وعلى المستوى العالمي. طاقم bladexpress.com انتقل إلى المكان وأجرى مجموعة من اللقاءات مع مجموعة من الفعاليات التي نشطت هذا اللقاء. أما المعرض الدولي للكتاب الذي يعرف حضور مجموعة من الدول ومن الثقافات وحضور كذلك مكثف للزوار من مجموعة من البلدان، كما سبقت الإشارة ضيف الشرف جمهورية تونس والثقافة التونسية. هناك مجموعة من الكتاب العالميين أجل توقيع إبداعاتهم ونقاشات عمومية مفتوحة حول واقع الكتاب والثقافة في ظل الوضعية العالمية الحالية التي تزداد توترا وقلقا. سنستضيف مجموعة من الفعاليات المشاركة في هذا الملتقى، تابعونا. Une absence de relation totale entre les deux, de tendresse.